يطل علينا اليوم بطل أفريقيا الخضر المنتخب الجزائري في مباراة مهمة في بداية مشواره في تصفيات كأس العالم مع جيبوتي في 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت مصر على ملعب مصطفى شاكر. هنتكلم عن اختيارات الكابتن جمال بالماضي وتوقعاتنا مين اللي هيبدأ اللقاء وكمان نتيجة اللقاء وطريقة اللعب، كل ده هنتوقعه جوه الحلقة. وهنتكلم عن المباراة المهمة للمنتخب الجزائري، وكمان انت في الكومنتات قول لي شايف التشكيلة اللي هنقولها صح ولا غلط، وقول انت متوقع تشكيلة ايه ومتوقع النتيجة كام، شاركنا في الكومنتات. بس قبل ما نخش على الحلقة، طبعا اي حد بيتفرج علينا ياريت تعمل لنا لايك، اللايك بيزود فرصنا في انتشار الحلقة، خليك يعني ما تبخلش علينا باللايك والشير، رغم اشترك قناة اشترك وفعل زرار الجرس. معكم اخوكم عصام السرساوي، وقبل كل ده طبعا نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوفيق للمنتخب الجزائري اليوم. يلا بينا. بداية المنتخب الجزائري في مواجهة جيبوتي في افتتاح مبارياته في كأس العالم، الكابتن جمال بالماضي كان أطلق عدة تصريحات وصدر عنه بعض الأشياء في المعسكر الحالي للمنتخب الجزائري وقبل المباراة المرتقبة مع جيبوتي. الكابتن جمال بالماضي كان تحدث على ملعب وهران وما كانش عاجبه، ناس حد بيسأله انت بتلعبش على ملعب وهران ليه، قال له ملعب وهران يعني مش هلعب في ملعب بيعملوا عليه شواء، يعني مش عاجبه أرضية الملعب. وحقه طبعا، انا شايف ان ملعب مصطفى شاكر حلو والملعب كويس جدا جدا والمنتخب الجزائري لعب عليه. ومش بس كده، يعني شفنا امبارح رياض محرز وسعيد بن رحمة ان الكابتن جمال بالماضي قال لهم غيروا صبغة لون شعركم او احلقوا شعركم، وفعلا ده اللي حصل من رياض محرز وسعيد بن رحمة. ده يبين لك ان الكابتن جمال بالماضي حازم في المعسكر للمنتخب وما بيهموش عندي نجم زي رياض محرز، لا مش هخاف انا. هو ده اللي منجح الكابتن جمال بالماضي والمنتخب الجزائري، الحزم والشدة، وان الكابتن جمال بالماضي حازم، وان الكابتن جمال بالماضي لا عارف هو بيعمل ايه. وفعلا استجاب رياض محرز وسعيد بن رحمة لتصريحات وكلام وسمعوا كلام الكابتن جمال بالماضي اللي هو المدير الفني، هما بيحبوه طبيعي، هو احترام وحب مش خوف. هنتكلم دلوقتي عن التشكيل المتوقع للكابتن جمال بالماضي للمنتخب الجزائري. في حراسة المرمى ريس وهاب امبولحي، 2 قلب دفاع عيسى مندي وجمال بالعمري، ناحية اليمين زفان مع غياب يوسف عطال للإصابة، ناحية الشمال رامي بن سبعيني، 2 في نص الملعب هيلعب النهاردة بإسماعيل بن ناصر وهيلعب جنبه زروقي هو اللي هيعوض في نص الملعب جنب اسماعيل بن ناصر، قدامهم سفيان فيجولي، ناحية اليمين رياض محرز، ناحية الشمال يوسف البليلي، قدامهم راس حربة صريح بغداد بنجاح. وان كان يعني شايف ان المفضلة بين سعيد بن رحمة وبليلي، يعني سعيد بن رحمة بيلعب في الفترة الاخيرة مع وستهام ومقدم مباريات رائعة، ولسه يعني الدوري القطري ما ابتداش اعتقد، فانا شايف انه يلعب بسعيد بن رحمة المنطلق. لكن الكابتن جمال بالماضي له كل الاحترام طبعا والتقدير لو اختار يوسف البليلي. يوسف البليلي لاعب كبير جدا جدا ومن اللعيبة المؤثرة مع المنتخب الجزائري. هي دي التشكيلة المتوقعة للمنتخب الجزائري، ودي انسب تشكيلة يلعب بيها الكابتن جمال بالماضي. هل هيريح ناس ويلعب ناس مش عارف، لكن هو ده التشكيل المتوقع. مباراة جيبوتي مباراة تبان سهلة، يعني مش صعبة، يعني جيبوتي مش الفرقة القوية، جيبوتي مش الفرقة اللي تخوفك، وان شاء الله المنتخب الجزائري قادر على الفوز على جيبوتي، ممكن 5-0 اعتقد، يعني المباراة تروح 4-5 مش هتقل عن كده. يوم ما نقول المنتخب الجزائري ما جابش هيبقى 3، المنتخب الجزائري برضو بيسعى انه 3 نقاط مهمة في افتتاحية مبارياته في تصفيات
كاس العالم. برضو زي ما قلت على المنتخب المصري امبارح يعني ما كانش فيه اداء ولا حاجه وفاز، ولكن الخوف على المنتخب المصري من الادوار الاقصائيه رايح جاي. المنتخب الجزائري هيبقى تصنيف اول. المنتخب الجزائري انا ان شاء الله يعني بنسبه 99.9 ان شاء الله هيصعد للادوار اللي هي مباراه ذهاب ومباراه عوده. المنتخب الجزائري زي ما قلنا مصنف اول، فمباراه جيبوتي وكمان المنتخب الجزائري عايز يحافظ على سلسله اللاهزيمه اللي بدا فيها ووصل فيها ل 28 مباراه، بسم الله ما شاء الله رقم حلو. فالمنتخب الجزائري النهارده بيسعى برضو، عنده دوافع، في النهارده دوافع كتيره لابناء الكابتن جمال بالماضي، وتملي الكابتن جمال بالماضي بيجدد الدوافع عند المنتخب الجزائري. فالنهارده في دافع ان ليه تصفيات كاس عالم، في دافع ان احنا عايزين نوصل للمباراه 29 على التوالي بدون هزيمه، عايزين نقدم مباراه رائعه ونفرح جمهورنا. كل دي دوافع بيزرعها الكابتن جمال بالماضي في المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري هيسافر بعديها للمغرب وهيلعب مباراة تانية يوم 7/9 مع بوركينا فاسو في المغرب، لان بوركينا فاسو مش هيلعبوا في ارضهم، هم مختارين المغرب. فالكابتن جمال بالماضي هيسافر هو وفرقته للمغرب للعب مباراة بوركينا فاسو، مباراة في غاية الأهمية. مهما كان المنافس سهل، لازم المنتخب الجزائري، وده معهود على الكابتن جمال بالماضي، فريق قوي، فريق مش قوي، فريق صغير، فريق كبير، لازم نحترم الخصم. بنلاعب جيبوتي كأننا بنلاعب نيجيريا، بنلاعب السنغال، بنلاعب اي فرقة قوية لازم نحترمها. اللي ما بيحترمش طبعا فريق او ما بيحترمش مباراة بنشوف عواقب مش كويسة. لكن الكابتن جمال بالماضي من معاهدتي ان انا بتفرج على المنتخب الجزائري، لا الكابتن جمال بالماضي ما عندوش هزار. زي ما قلت لك الكابتن جمال بالماضي ماتشات ودية، ماتشات رسمية، الاثنين زي بعض. الراجل يعني من المدربين فعلا الرائعين اللي انا تابعتهم في خلال فترة ان انا اتفرجت على كورة. وكمان اهم ما يميز الكابتن جمال بالماضي مدرب جزائري بينتمي للجزائر قلبا وقالبا، وبيحب شغله وبيحب الجزائر، فعايز يعمل انجاز معها. المنتخب الجزائري وجمهور الجزائر على موعد مع متعة جديدة، وان شاء الله النهاردة نتفرج ونستمتع كما عهدنا المنتخب الجزائري بمباريات قوية ومباريات جيدة ومباريات فيها المتعة، وزي ما بيقولوا السكسي فوتبول، الكرة الجميلة. فنتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري اليوم في مباراته الافتتاحية، وثلاث نقاط مهمة. وانتظرونا طبعا بعد المباراة زي ما عهدناكم، بنتكلم عن تحليل المباراة وأبرز ما جاء في المباراة واللي قالته الصحف العالمية والصحف العربية والإفريقية عن منتخب الجزائر. إن شاء الله نجي لكم النهاردة بفوز كبير للمنتخب الجزائري. بحبكم في الله. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، قولي رأيك في الكومنتات ودمتم في أمان الله. سلام.